منطقة الساحل الإفريقي وعلاقتها بالمغرب والأدوار المهمة التي يلعبها المغرب في بناء الاستقرار والأمن في هذه المنطقة. من جهة أخرى لا شك أن هذا النوع من الأبحاث على مستوى الجامعات المغربية سوف يشكل قاعدة أساسية في بناء العديد يعني في إتاحة الفرص للباحثين الذين يهتمون بها بدراسة هذا المجال، حيث أن هناك كانت هناك حملة من طرف النظام العسكري الجزائري على المستوى بحكم سيطرته على هذا المجال في الجزائر، لذلك فكانت أغلبية البحوث المنجزة في التي تتناول هذا الموضوع تتحدث فقط على دور النظام العسكري الجزائري في هذه المنطقة، فكان لابد لنا ولابد للعديد من الباحثين أن يوضحوا الصورة الحقيقية والدور الحقيقي للنظام العسكري كفاعل وكعنصر خطير جدا والذي له الدور الكبير في نشر بيئة غير آمنة في هذه المنطقة وله الدور كبير جدا في بناء عدم الاستقرار وبناء غياب الأمن التام في هذه المنطقة. لذلك فالجامعة المغربية كما كانت تفعل فيما سبق تلعب دورها الكبير جدا في خدمة القضايا الأمن القومي المغربي بحكم أنها تنتمي إلى أسرة الأمن القومي، ولذلك فهذا النوع من الأبحاث له دور كبير جدا في توضيح ما يجري وفي فضح كذلك الأدوار الخفية التي يقوم بها النظام العسكري في زعزعة هذه المنطقة.